استضافت جامعة طنطا اليوم مؤتمر مواطني الغربية والحوار الوطني بالتعاون مع محافظات الغربية والتحالف الوطني للعمل الأهلي بمركز المؤتمرات بالجامعة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب وبالتنسيق مع كافة فئات المجتمع لإدارة حوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. رابع محطة من محطات الحوار الوطني انطلقت من جامعة طنطا، والذي تأتي تحت شعار الطريق نحو الجمهورية الجديدة، حيث شهدت قاعة الجامعة لقاء جماهيريا مع عدد من ممثلي الجمعيات ومؤسسات التحالف الوطني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعة والطلاب. محافظ الغربية طارق رحمي استعرض في كلمته الإنجازات التي تحققت في مجال الصحة والتعليم والمشروعات التنموية. مهم قوي عقد هذا اللقاء في محافظة الغربية، لأنه بيضم النهارده العديد من الطوائف والتيارات المختلفه والفئات المختلفه من المجتمع. النهارده احنا بندعو الشباب، بندعو العمال، بندعو الفلاحين، بندعو الجامعه والمثقفين والاحزاب السياسيه المختلفه والنواب مجلسي الشعب والشيوخ. في الحقيقه طوائف كثيره جدا، كل سيدلو بدلوه بارائه بمقترحاته في حل المشكلات والتحديات اللي بتواجه المجتمع في هذه الفتره، خصوصا في ظل الجمهوريه الجديده اللي هي بتهتم بالانسان المصري. احنا مش بس بنهتم بالصحه وبالتعليم والثقافه والفنون، وانما ايضا بالاستماع لاراء المواطنين المختلفين. رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي أكد أن الندوة جاءت لتتناول المحاور الأساسية للحوار الوطني، وهي المحاور السياسية والاجتماعية والاقتصادية. خلينا نقول أن الحوار الوطني ما هوش قاصر على النخبة فقط، ولكن إحنا بنحاول دايما أن إحنا نشارك جميعا بشبابنا وأعضاء التدريس والمجتمع المدني كله يشارك في الحوار الوطني، بحيث يكون فكرة الإتاحة اللي هي أساس الجمهورية الجديدة تكون موجودة دايما في كل وقت. هنركز على عدد من القضايا المهمة زي قضايا التعليم، احنا في جامعة يبقى قضايا التعليم، الصحة، احنا في طبعا عدد كبير من موجودين معنيين بقضية الصحة، ايضا معنيين بقضية الأسرة وتماسك المجتمع، برضو القضية السكانية. كل هذه المسائل هنناقشها النهاردة في وجود نخبة من القيادات التنفيذية والقيادات الدينية. احنا طبعا معنيين النهاردة نخرج بعدد من التوصيات والمقترحات اللي احنا نرفعها تروح لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا أن تخرج إلى حيز النور في صورة قرارات أو مشروعات قوانين. وده الهدف الحوار، ان احنا نبني الجمهوريه الجديده اللي يرسم مبادئها ودعمها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. الندوه التي شارك فيها عدد كبير من الطلاب اكدوا ان الحوار الوطني يعد فرصه للتعبير عن رايهم والمشاركه في بناء وطنهم من خلال طرح افكارهم المختلفه. مؤتمر الحوار ده بنستفيد ان احنا على الاقل بنحتك بالمسؤولين، بنعرف المشاكل اللي في بلدنا ونقدر ان احنا نتواصل مع المسؤولين ونحلها. انا استفدت ان انا كطالب في كليه حقوق افتخر ان جامعه طنطا بتستضيف هذا العرس العظيم وهذا الحفل العظيم في جامعتها الموقره. جلسات مثمره تعرضنا فيها على انجازات محافظه الغربيه اللي تمت على ارض الواقع، انجازات جامعه طنطا من مشروعات ومن امور مختلفه سواء في الجامعه او خارج الجامعه. بنستفاد ان احنا كشباب بنعرف الحوار الوطني، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا الاولويه ان احنا نشارك ويكون لنا مقاعد واللي احنا نسمع يعني ايه حوار وطني، ما كانش بيحصل قبل كده في الدوله المصريه الا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تاتي جلسات الحوار الوطني لتؤسس لمصر المستقبل التي تؤمن بالعلم والعمل والتي تعلي المصلحه الوطنيه عن المصالح الشخصيه للعبور الامن للجمهوريه الجديده. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.